على هامش مراسم توقيع الاتفاقيه الإطارية التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي براين دافيس الرئيس التنفيذي لشركه سي 2 اكس والتي تم تأسيسها مؤخرا كاحد اذرع شركه مرسك العالميه. اكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الدوله على اتاحه التيسيرات التي من شانها ان تسهم وبشكل كبير في تنفيذ بنود مثل تلك الاتفاقيات وفقا للاطر الزمنيه المحدده في هذا الشان من جانبه اعرب براين ديفيس عن تقدير للجهود المبذوله من جانب مصر لجد المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والداعم المتواصل لاقامه مثل هذه المشروعات واكد التزام الشركه بتنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه والاطار الزمني المحدد للتنفيذ.